نحييكم على شاشة التلفزيون اللبناني ونحكم معكم حلقة جديدة من حلقاتنا كلها. أنا ميرسي كيفك. حلقتنا لليوم هي عن المربى. امبارح حكينا عن المربى لأنه كتير أسئلة عم تجينا عن المربى الفريز، وهلأ منساوي مربى الفريز ومربى الأكليني، لأنه في ناس كتير بتجي مثلا بشباط بدها تساوي مربى الفريز. هذا غلط، دايما بنيسان ومن أول نيسان أو من آخر أدار بصير من الفريز بسهولة ومتوفر. السنة كان أكتر يعني نبلش من آخر أدار فينا، يعني شهر نيسان هو شهر المربيات كمان للأكيديني يلي سعره بينزل. يعني مثل ما منلاحظ أنه بتبلش كيلو الفريز أول ما ينزل أو سلة فيها 300 جرام بيكون حق للسلة 4500 و6000. أما اليوم نشتري الكيلو ب3000، كيلو فريز كامل وبلدي نكهته طيبة، في نكهة فريز إنه نحن عم ناكل، ساعتها منساوي مربى. المربى خلقت للإشياء الكترة عنا، زادت مش معروف شو نساوي فيها، حب عملناها مربى للشتاء لأوقات ما بيكون عنا شي بموسمة. كمان الأكديني أنا سنة الماضي سويت لكم مربى واليوم رح نساوي مربى يلي هو كمان كتير مهم إنه نساوي مربى أكديني إذا كان سعره منيح. بس إذا كان الكيلو ما بينزل عن 4-5000 العلبة بتكون في سنين هيك يكون مضروب الأكديني موسمه وما يكون كتير منيح، ساعتها ما منساوي مربى. منساوي مربى وقت بتكون العلبة فيها تقريبا 800 جرام هلا حق 1000 ليرة. هلا منساوي مربى، أصبح منساوي مربى ما منكتر مثل شهوي، بضلوا عنا شهرين تقريبا بيكون طلع غير أنواع من المربيات، بيكون عم ناكل كل شيء بموسمه وكل شيء بوقته. أول شيء منشان المربى الفريز بدي كيلو فريز صافي، عم نحكي صافي، وإلا بيكون كيلو 250 جرام كله سوا بيصيروا كيلو، بدهم 800 جرام سكر. بدنا لقلهم بالأخير عصرة حامض. أصولاً لازم ننقع السكر مع الفريز، الحبة الكبيرة منقطعها لأربعة، الوسط لاثنين، والصغيرة منتركها مثل ما هي. بس نضيف السكر ومنتركه على شيء 3 ساعات أو من عشية لعبكرة. نسبة الفريز 93% من وزنها مي، بتبق ميتها مع السكر وبصير في عندي سائل فيه يحطه على النار وإغليه لمدة ساعة وخمس دقايق وبيطلع عندي مربى الفريز. بعصره عصرة حامض، في ناس بحطوا له صبغة، أنا مش رح أحط صبغة، حيتركه على طبيعته وبيطلع عندي بسكبون مربى الفريز. أما مربى الأكيديني بده يكونوا كيلو نص أو كيلو 600 هن كاملين، مع العنق الصغير، مع البزر جوا، وزين البزر جوا، ومع القشرة ومع الكعب، ليصير عندي كيلو صافي. الكيلو الصافي بده 700 أو 750 جرام سكر، 2 صح. نغليهم بس يقطع تقريبا حوالي 40 دقيقة، بضيف لهم كبش قرنفل ورقة غار، ضيف لهم قمر من الجاردينيا بيعطيه نكهة كتير طيبة لمربى المشمش، وآخر شيء منضيف لهم ملعقة ونص من عصير الحامض، ومنشيلهم أو منضيف أقل من ربع ملعقة صغيرة من حامض الليمون ومنشيلهم. رح نبلش دغري بعملية النقع بالطنجرة. دغري بدي بلش أنا بالفريز وبعدين بالأكيديني. أصبح الأكيديني هو تقريبا مثل المشمش، العيارات لإله بالمربى، يعني شبيه كتير لإله بالمربى. يلا أنا رح بلش بالفريز وهدى بالأكيديني. هلا شايف بلشت تقول إنه الفريز السنة كان أبكر. نعم كان أبكر السنة الفريز، كان كله 15-20 يوم أبكر، كل المواسم جاية بكير لأنه ما إجا سقعة منيح وإجا بكير موسم الربيع. ومناخد اتصال. ألو. ألو مرحبا. بونجور، يا أهلا وسهلا فيكي، مين معي؟ بونجور، معك فريدة الجوهري. نعم فريدة جوهري، يا أهلا وسهلا فيكي مدام جوهري. بدي أحكي مع الشيف أنطوان. هو الشيف أنطوان بزيته عم بيقطع فريز. ايه يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. الشيف أنطوان امبارح حاولت كثير اتصل ما قدرت لأنه كان في ضغط خطوط اسم الله عندك. فاليوم في بدي منك أنت
عندك خبرك بتزور مزارع هيك لاصحابك وهيك، اذا عندك فكره عن شكل نبته الكافيار النباتي اذا سمحت تعطينا لونه وكيف ثمره وامتى موسمها. هلا انا ما بعرف شو هو اللي سموه الكافيار النباتي، في كتير سموه انه بيعطي مفعول مثل الكافيار، بس ما عم بعرف على اي نوع عم تقصدي عنه النباتي. نحن بنعرف الكافيار الاساسي اللي هو بشلوه من سمك السلمون. طيب عفوا، تكرم عينك واهلا وسهلا فيكي. كمان بناخذ اتصال. الو الو الو، بونجور. بونجور شيف. بونجوريني، اهلا وسهلا. معك مدام ملاعب. يا اهلا وسهلا، هيك كيفك؟ اشتقنا لك يا عمي. نحن بالاكثر، شو اخبارك؟ كيف بيصور؟ بتجنن بيصور. تحياتنا كمان. تسلم لابو غالب. ايه تسلم، الله يخلي لنا اياك. تسلمي تسلمي. شيف لو سمحت بدي اطلب طريقه اللازانيا. اللازانيا تكرم عيونك. نعم، بدي اعرف اذا بدها سلق الاساسيه. ايه اكيد بدي. نعم. 4 دقائق سلق. اوكي، وبدي اعملها على خضره ولحم ناعمه بنفس الوقت. اه بدك خضره كمان. نعم. ايه تكرم عيونك. اوكي، يعطيك العافيه لك وللست هدى. ايه ميرسي، تسلمي، كلك ذوق. يلا باي. باي، شكرا مدام لاعب، تكرم عينك. الفريز على طول بدنا ننزل تحت الورقه الخضراء شوي صغيره، هن مغسلين منشان منقول هونيك بيتجمع الغبار وبقايا الرمل. هون اذا عم نشيل شقفه فيها رتف اخضر منشيلها من فوق، ما بنتركها. بس اليوم ما فينا نسوي مربى فريز قبل ما الناس تاكل فريز، يعني على طول هذا الشيء لازم يكون عندكم ولكل انواع الفواكه. دائما بنشبع من الاشياء اللي بتكون موجوده عندنا من الفواكه، بتزيد الاشياء اللي بتكون كمان مستويه كثير وما بتهدي عندنا، هي اللي بنصنعها مربى لنحفظها لاوقات ثانيه ما بيكون عندنا وجود لها، ناكل من نكهتها بالمربى وما شابه ذلك. ومناخد اتصال جديد. امبارح كان عندنا شو عندنا؟ في البايلا. ايه في قبل. وفي الصيادية. بس في قبل البيتي فور، نعطيها الروسيت تبع 1 2 3. يلا. بيتي فور بدنا 100 جرام سكر بودرة، 200 جرام زبدة، 300 جرام طحين، زلال بيضة. وبالصيف إذا كان شوب المطبخ وعم نشتغل فيها العجينة بدنا ننتبه شي إن تاخد بعضها منحطها قبل ما نمدها ولنقطعها، منحطها بالبراد حوالي ربع ساعة لتشد شوي الزبدة ما تضلها سايلة وتتماسك شوي العجينة مع بعضها، ومنضيف لها قليل من الفانيليا. في حال بدنا اياها بتفور على شوكولا مننقص من كمية الطحين ملعقة كبيرة ومنحط ملعقة كبيرة بدلاً من الكاكاو وشوي صغيرة. بدها تريح العجينة البتفور؟ أصولاً لا، بس قلنا إذا كان شوب بدها تريح بالبراد منشان تشد شوي العجينة. وصولا ما بدها، ما بتأثر. بس في شغلة كتير مهمة لعجينة البيتي فور، ممنوع تندعك العجينة. مزبوط، أهم شيء الزبدة بتكون سيلة على الطبيعة، هي منشالة من البراد قبل ساعتين، تندعك مع سكر البودرة مزبوط لتصير مثل مرهم اثنين. ومن بعد ما تصير مرهم بينضاف لها الطحين وشوي شوي عمهلنا منصير نجمعها لنحصل على عجينة ممتازة من البتيفور وطيبة وما شابه ذلك. ومناخد اتصال. ألو ألو، بونجور شيف. بونجوريني، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكي. لك جابت ريد، حكيت عن مكانة الكبة زمان. نعم. وما بعرف اسمك، لا بنعرف ما بدنا نجيبها، وإذا فيك تعمل معروف تعملنا شي حلقة كيف بدنا نستعملها وتقلنا من وين بدنا نجيبها. بدك تجيبيها على الرقم، أيدي الرقم 01 اللي مكتوب على الشاشة؟ لا لا، بس دقيقة لجيب قلم. مكتوب على الشاشة بتحكي معي. طيب أوكي دقيقة بس تجيب قلم.
صفر واحد نعم ميني تميني ميني تميني نعم ايه صفر 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 واحد واحد او صفر ثلاثة صفر ثلاثة ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة وخمسين ثلاثة وخمسين عشرة عشرة. تكرم عينك وعلى سهلا فيك. ميرسي كتير. بس فيك تعملنا حلقة لنعرف كيف نستعملها وتقلنا ان شاء الله خير. تكرمي. ميرسي كتير. تكرمي. أنا هون خلصت بأول هي بس المسيح ناخذ اتصال جديد. ألو 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 بونجور بونجور شيف أنطوان بونجوراني أهلا وسهلا فيكي يا مضوي الشاشة حضرتك. تسلمي تسلمي هاي من معزتك الحلوة. الله يخليك ويخليك باسمك ويخلي الإذاعة كلها. تسلمي. هاي تلفزيون لبنان. ايه تلفزيون أكيد. الدولة نحن كلنا ما بنطلع عنه. كلنا مع الدولة. كلنا مع الدولة. برافو عليك. كلنا. تلفزيون الوطن. الله يحمي الوطن يا رب. تسلمي تسلمي حبيب قلبي. شو بتحبي ساعدك؟ بدي بس تشرح لي صوص الرافيولي بليز. الصوص بس. صوص الرافيولي. تكرم عيونك. مرسي يا عيوني يعطيك ألف عافية. بخاطر عيونك يا أهلا وسهلا. سلمنا على المدموزيل اللي معك. ايه تسلمي. يلا يعطيك العافية. الله يعافيكي. هون عندي السكر حطيته مع الفريز بخلطهم وبتركهم ثلاث ساعات. بس نحن ثلاث ساعات بدنا نفل بنروح على بيتنا وانتم مش فيكم تضلكم قاعدين تنطروا ليطلع الفريز. بدنا نحتال عليها شوي بنضيف لها قليل من المي. هالقليل من المي لفينا نحطها على النار. بس نحطها على النار بتصير مية الفريز تطلع منها وتصير لبرا. تقريبا نص كباية مي تقريبا حطيت فيها. حطها بالاول على نار قوية لتغلي. وبس تغلي مننوّس النار. هلا بيجي شوي منساعد هدى. شايف هلا قديه بدهم وقت الفريز على النار بالعادة؟ بدهم ساعة. ساعة. حتى ولو كانوا كميتهم أكثر؟ إيه نفس الشيء. الفريز كل ما عفوا الأكيديني كل ما كان مستوي كل ما بتتقشر بسرعة أكتر. ولازم يتقشر الأكيديني لأنه قشرته بتصير بالمربى بتعذب. هلا فينا هالقشر إذا بدنا بتساوي خل الأكيديني مع بليزر بيطلع كتير منيح. ودي بدنا نخليه من سنة لسنة؟ تلت أربعة أشهر بيمشي حاله. ايه وخلي الأكيدينة بيستعمل عادي للسلاد. للسلاد ايه بيصير كتير طيب. الصلصات كتير وأكل المكسيكي بيتدخل معه كتير طيب. بهالوقت اللي نحن بدنا نكون فيه نفس العملية الأكيديني هون بنحطهم على النار. سكر بدنا لقلهم 700 أو 750 للكيلو وقلنا بكيلو صافي أكيديني أو كيلو نص أو كيلو 600 ليعملوا. كمان بنحط شوية ماي ومندور النار. ومناخد اتصال. الو 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 بونجور الو بونجور سيف بونجوراني اهلا وسهلا كل مدام هدى ميرسي كليك ذوق سيف انطوان معك مدام جورجيت اهلا وسهلا فيكي جورجيت وحياتك. بس بدي اسالك انا على الخط كيف تعمل الفريكي؟ الفريكي تكرم عيونك. ميرسي اوعى دجاج اوعى هيدا. ميرسي بوكو سيف انطوان تكرمي منور الشاشه. تسلمي خلينا اياكي. ميرسي شيف انا تسلمي. ناطرتك على الخط كليك ذوق. ميرسي حبيبي. يلا يا حبلش. الفريكي بتنجاب بتتصول اصولا بنصولها مثل ما كانوا بالزمان يصولوا البرغل. يعني بتحطيها بكسرولة او بتصير تعملي بهالطريقه لينزلوا. اخر شيء قدر ملعقه بتطلعي فيهم مزبوط. اذا ما فيهم حصه ما فيهم رمل
معناتها انه مليح. اذا فيهم ساعتها بتضطري انه ترجع تصوليهم 4 مرات. هاي الشغله كتير مهمه. نرجع بتغسليهم، لازم يتغسلوا قبل نص ساعه الفريك وتنقع. بتحطي بصلي على النار مع شقفه زبده او سمنه او زيت، كل شخص حسب ما بده. تتقلى، من بعد ما تتقلى الفريكي منضيف لها 3-4 حصوص ثوم. من بعد حصوص الثوم بينضاف لها لحمة مفرومة خشن، في ناس بيسووها بلا لحمة بس أصولا بلحمة. ترجع منضيف كزبرة، بس تتقلى اللحمة كزبرة خضرة. منضيف الفريكي، منكون سلقين مقليين دجاج أو لحم موزات وحطين معهم على النار، شايلين زفرتهم مع مواد عطرية ومستويين، إن كان دجاج أو كان لحمة. بهالوقت منضيف لقلهم الفريكي، كزبرة يابسة، ملح، بهار أسود حلو، قرفة ناعمة، كراوية، ومنضيف لقلهم مية اللحمة أو مية الدجاج. الفريكي ما بتاخد قد ال قد الرز، تاخد أقل. بدنا ننتبه شئنا تصير على فوشتها 0.25 سم بس. بننوّس النار وبدأ الفريكي دوبل عن الرز وقت، بدنا ننتبه دوبل، بدأ 40-45 دقيقة. ومنتركها على نار كتير كتير خفيفة لتنضج معنا الفريكي. طريقة التقديم، من بعد 40-45 دقيقة منسكب الفريكي بطبق، منحط فوق منه منفسخ إما الدجاج أو اللحم. نرجع منضيف عليهم هيك، عم نستعجل بالوقت ليلح ويطلعوا معنا، يعني لنكون نحن خلصنا بيكونوا بلشوا يغلوا، بيكونوا على القد بالشي قدام شي عم نحط بعد ما غلت، بعد السكر ما داب. شايف الغاز لازم يكون لا منيح هيدا. اوكي هونيك. نرجع سكبنا الفريكي بطبق، صفصفنا الدجاج او اللحمة عليها، منقلي شوية لوز أو صنوبر أو كاجو ومنضيفهم على الوش ومنقدمها ومنقليك ألف صحتين. كمان مناخد اتصال. ألو 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 بونجور بسير. يا هلا وسهلا، مين معي؟ منيح معك نادية، كيفك؟ يعطيك العافية. كيفك يا ست نادية؟ هلا وسهلا فيك، طول عمرك. تسلمي. الله يسعدك. بس بدنا أي طريقة بتعملها للحمام، ما بنعرف ولا طريقة ولا طريقة. اول شيء الحمام هن زغليل صغار او كبار؟ ايه لا صغار. شو بيقولوا زغليل؟ زغليل. اذا زغليل بعلمك طريقه مشويه طيبه، مشويه شوي. ايه طيبه اذا صغار. ما بينعملوا ولا طريقه مع رز وهيك؟ لا لا، يا كان خلص بنعملهم هيك الكبار، وساعتها بيستووا ان كانوا صغار وان كانوا كبار. تكرمي مع رز بخاطرك، تكرم عينك ست ناديه. اول شيء بنجيب الزغلول، يكون منظف ونظيف مغسل، منشوشته على النار. شو يعني منشوشته؟ يعني بينحط بسيخ كفتة عريض أو اثنين، ومنحطه على الغاز مباشر، بالأخص من ميلة إجريه وتحت الباط للوبر يلي بيكون موجود، ما بيطلع بالتنظيف ليروح ويزيل عن الحمام. تاني شيء منحطه بمصفاية قبل نص ساعة أقل شيء من ما استغل فيه. برجع حطه بمقلاية مع شوية زيت أو سمنة وبقليه على النار ليحمر. كون بهالوقت حطيت طنجرة فيها شو كباية ونص ماي، حطيت فيها مواد عطرية من بصلي من جزرة من ورقة غار من قرفة كبشة قرنفل شوي صغيرة برجوزة الطيب، وبقلي الحمام أو الزغليل وبحطهم بقالب هالطنجرة. بغطيهم، ومن بعد ما غطيهم بتركهم. إذا كانوا زغليل بدنا ننتبه، مش نقول هيك على دغري زغليل أو غير زغليل. إذا كانوا زغليل بدهم 35 دقيقة على النار، ما
من بعد الغليان مع المواد الأطريكية. وإذا كانوا حمام تقريبا سنة أو سنة ونص عمره حمام بدهم ساعة وربع. وإذا كان حمام عمره أكثر من 4 سنين 3 سنين بده ساعتين ساعتين ونص. بدنا نكون واضحين. وكله على نار خفيفة. بهالوقت بتجيبي بصلة كبيرة بتقليها مع شوية سمنة أو زبدة على النار، بتضيفي عليها لحمة مفرومة خشن حوالي 350 جرام، تتقلى على نار قوية، ترجعي بتضيفي الأرز عليها 350 جرام كمان قدن أو نص كيلو، بيتقلبوا معهم ملح بهار أسود حلو قرفة ناعمة، شوي من برجوز الطيب، شوية مسكي، شوية مسكي للحمام كتير بتروح المسكي، ومن مية الحمام ضيف عليها، وبعتاز شوية ماي بتستعملهم ماي عادية سخنة. بهالوقت بهالوقت عنا الحمام استوى أو الزغليل، بنطر الأرز 25 دقيقة ممنوع حركه، بقلي شوية لوز بشوية زيت، برجع بضيف عليهم شوية كاجو وشوية صنوبر وبقليهم مع بعضهم. دايما اللوز هو بياخد وقت أكتر شيء، وراء الكاجو والصنوبر قد بعضهم. منحطهم دغري بمسفية ومنسكبهم بجات فايش، مش جات مثل هيك غميق، ليكونوا لما يعبوا على بعضهم جات فايش، لا منشان دغري تتبخر الحرارة، البخار منهم والحرارة تطلع منهم منشان ما يغمق لونهم ويصير لونهم عيبي. بعدين منجيب الحمام أو الزغليل بشيلهم، بسكب أرز بالجات، حط الحمام عليهم، برجع بكمل الرز فوق منهم، ضيف عليهم القلوبات المقلاية، بزين بأغصان من النعناع الأخضر عند التقديم المباشر أو بقلب الخس، ومنقدم الزغليل مع الرز أو الحمام، ومنقليك ألف صحتين، وبتكون ريحة المسكي طالعة من الرز وطيبة وكتير منيحة. هون بالأكد يعني انتبهوا، يحضيف ورقة غار بالفريز، ما ضفت شيء، كبش قرنفل بالعدية 4 حبات لكوانين وبحرك. اوكي ليش شاف حطيت بالاكد انا ما حطيت هون؟ الفريز ما بيروح له، هي بيروح له بيلبق له. هو قال لك؟ هو قال لي كمان مثل مرة الماضي، هو قال لي كمان مثل طلبة سحلب بدها مظاهر، كمان هي قلت لي. الحامد ما نعصرها. ناخذ اتصال. الو 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 بونسوار شيف. بونجورين، بدي اعزبك تقلي صوتك. الو 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 مرحبا. الله معك شيف. يا اهلا وسهلا فيك، مين معي؟ معك وسام. وسام وسام، يا اهلا وسهلا فيك، بدي اعزبك توقف شو محل منيح اذا عم تحكيني على السيلولار حبيبي، لتسمعني منيح حبيبي. رح اسمعك من التي في، بس فيك تقول لي كيف بيعملوا عصير اللقطين؟ عصير اللقطين؟ لا شو بك تستعمله يعني مثل شراب؟ نعم. اوكي، بتعصر اللقطين. رح سكر واسمعك عن التي في لك. اوكي. بتعصر اللقطين، من بعد ما تعصره بتصفيه، كل كباية من اللقطين بتضيف 2.5 كوباية سكر من العصير، بتحطهم على النار أول 3 دقايق بتقش الرغوة يلي موجودة على الوجه، ترجع بتغليه 16-17 دقيقة غير 3 دقايق، آخر شي بتضيف لهم ملعقة عصير حامض لكل 5 كبايات، بتشيلهم عن النار بتسكبهم بقنينة، عند ما تقدم منهم بتحط بالكاسة بالكباية عفوا حوالي 3.5 سم ارتفاع من شراب اللقطين، بتضيف قدن ماي تشرب، بتحركن ليدوبوا، ترجع بتضيف ثلج مكسر وشوية موارد مع نتفة صغيرة وماي مسقعة، وبتقدمها وبتطلع كتير طيبة. هون عنا يحشيلها شوية رغوة اللي عم تفوش على الوجه بالفريز، هاي كمان باللقطين بالعصير بتفوش معك،
بهالطريقة بتشيلها، لأنه هي بتنزع الشراب وبتخليه ما يهدي كتير. ومناخد اتصال جديد. ألو؟ ألو بونجور. بونجور. بونجورين يا أهلا وسهلا. كيفك شيف أنطوان؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ ألف الحمد لله. كيف أحوالك؟ تمام. شيف أنطوان؟ نعم. بدي أسألك على طاجن السمك. طاجن السمك. بدك تكرم عيونك انت والطاجن. الله يخلي لي اياك. يلا خليكي معي شوي. يلا. بتجيبي صينية بتحطي فيها شوية زيت زيتون، وبتجيبي قطع السمك الني، بأي نوع سمك اللي بدك اياه، بدون حسك، بتحطيهم شقف بقلب الصينية، وبتحطيهم بترشيهم ملح وبهار أبيض، بتفوتيهم على الفرن. بعدك معي؟ نعم نعم. أوه. بوقت بمحل تاني بتفرني بصلتين كبار، بتحطيلهم شوية نصف فنجان قهوة زيت زيتون، بتحطين على النار وترشيلهم ملح. نعم. بتحركيهم ليدبلوا، بس يدبلوا بتضيفي لإلهم فنجان ونص قهوة من المي، المي العادية، وبتغطي الطنجرة وبتغليهم 6 دقايق. نعم. بهالوقت بتجيبي كباية ونص طحينة، تكسريها بكباية وربع ماي، بتضيفي 3 كباية عصير حامض، شوية ملح، وكل الطحينة المكسورة بتضيفيها فوق البصل المدبل والمطبوخ على النار. أوكي. تغليه غلوة وحدة، بتشيليه بتحطيه فوق قطع السمك يلي شويناها بالفرن، بترشي على وجهه شوية صنوبر أو لوز، بتفوتيها على الفرن ربع ساعة، بتشيليها وبيطلع طاجن السمك. تكرم عيونك وأهلا وسهلا فيكي. مين ميرسي؟ تكرمي وصحة وهنا. بس تاكليها تذكريني. أكيد. تذكري تلفزيون لبنان. على طول أنا معكم. وهدى كمان. باي باي. باي. ومناخد اتصال جديد. هيدي هون كيف أنا عارف. ألو. هيك. بقى بده. ألو. نقطع الخط. إيه هلا وقت نعمل هيك. إيه بس بدهم كيف بنعرف؟ رح نجيب صحن. هي. بتشيلي هيك شوي. بتحطيهم. قالوا الاخوين بده يدبقوا، ما دبقوا بعد. هي. بس اذا شدوا نحن عم ندبق. ايه بس بكير بعد ما بدهم هلا هلا حاطينهم، يعني توقف معهم حتى على نيوم انتبع حلقتنا عبر شاشه التلفزيون لبنان. ومنتابع حلقتنا دائما عبر شاشه التلفزيون لبنان عم يعني ينضموا لنا هلا، بنحب نقول لهم انه نحن اليوم عم نساوي، نحن بعز موسم الفريز وعز موسم الاكيديني، وهيك بيكون الأسعار كتير متدنية ونكهة طيبة وطعم طيبة وحلاوة مضمونة موجودة بقلب الحبة، بس نكلها في نكهة لإلها منحس إن كان بالفريز أو بالأكيديني، ساعتها بنعمل هالمربيات بسعر رخيص يلي نحن عم نسوي. اليوم عم نسوي مربى فريز ومربى الأكيديني، لكل كيلو من الفريز صافي يعني من بعد ما ننزل السكين شوي تحت الورقة الخضراء وكنا غسلناه 3-4 مرات منزينه يطلع كيلو، بنحط له 800 جرام سكر ويمشي 750، بس يفضل 800 لانه شوي الفريز طعمته حامضه بتضل اكثر من الاكيديني. اما الاكيديني للكيلو بنحط 700 او 750 جرام، وبنحط معهم ورقه غار حطيناها وكبشه قرنفل حطيناها يلي موجوده معنا ما هون. وهلا بعد شوي بضل في وقت ربع ساعه بدي اضيف هالقمر الجاردينيا، مش بس قمر الجاردينيا بشموه وريحته طيبة، كمان بقلب مربى الجلداني مربى الأكيديني بيعطينا طعم كتير مميزة وكتير طيب. ناخد اتصال. ألو. 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 ألو مرحبا. أهلين. مرحبا شيف أنطوان. لك يا أهلا يا أهلا بهالصوت الحلو، كيفك يا مدام شرفين؟ الحمد لله، كيفك أنت حبيبي؟ كيف صحتك؟ منيح. كيف صحتك؟ طمنينا عنك. الحمد لله نشكر الله. تسلمي. نحن نضل نشوفك منور، سبحان مين خلقك بهالتلفزيون. تسلمي تسلمي، هاي من معزتكم من محبتكم لإلي. إيه مدام شرفين شو بدي أعطيكي؟ مدام شرفين. مدام شرفين نعتذر من قطع الخط مع مدام شرفين، مشكلة الخطوط. نعم نعم. أنا بدي أسألك، عاملة خل وعاملين خميرة. نعم.
شو بدي اعمل فيهم؟ الخميره شو بدي اعمل له؟ اول شيء بتنقري شوي صغير الخميره اما إيه؟ بالوسط او على الطرف، بتجيبي نبريش بتعليه للوعل في الخل وبتشرقي بالنبريش الترانسبارون، بتنزلي هالخلات كلهم على أوعية من إزاز مثل الجالونات أو أناني كبيرة، بتشمسيهم يومين وبيطلع عندك الخل. هلأ القرص الموجود عندك إذا كنت مساوية خل جديد وبالأخص تفاح وحسيتيهم يمكن مش كتير ملاح، فيك تشيلي نص هالقرص وتضيفيه مع هوديكي، بيساعدوا على التخلخل وبيعطون نكهة منيحة. مدام شرفين، مدام شرفين، ايه نعم، عرفتي شو قلت لك؟ ايه نعم يعني بتنزلي الخلات وبتشمسيهم يومين وبأوعي من ازاز. ايه حبيبي، وبيهدوا شهر، بيهدوا سنتين ثلاثة، بيجي هيك بنفكرني انه ايه، بعدين عم بعدين عم بتقله للشاب انه اللقطين هلا نيق. نعم اللقطين عم بده اياه الشاب شرابي ضيفه بالصيفيه، شراب اللقطين. بنحط لكل كبايه من عصير اللقطين كبايتين ونص من السكر، اول ثلاث دقائق بنشيل الرغوه. اذا كان بدي يحطه شو بدك تحطي؟ ايه شراب اللقطين، بس هلا نيجي ما هن هاي الرغوه بنشيلها كمان من اللقطين. اه بلا ما عصروا اكيد بده عصر، اكيد مدام شرفين بده عصر. بده عصر. نعم اه، تعصري وكل كبايه من عصير اللقطين كبايتين ونص سكر، سكر العادي، وبتغليهم على النار اول ثلاث دقائق، بتشيل الرغوه عنهم، بعدين بتغليهم 16. ليك حبيبي قديش سكر؟ انا ما انتبهت قديش سكر كل كبايه. كل كبايه كبايتين ونص سكر، سكر الشاي. هلا كيف بدهم يعصروا للقطين شاف؟ هاي الجردينيا، انتبهوا شوي كيف اللي يعرفوا شو كيف بدهم يعصروه؟ بيعصروه بالآلة الكهربائية، عصارة الجزر، عصارة التفاح. تعملي له هيك بيمشي. بنغسله هالقمر، بنشوفه نضيف بس استحياط، بنغسله ومنضيفه فوق، بيعطيه نكهة كتير طيبة لمربى الأكيديني. طيب شف، فينا نعطي رسالة اللازانيا بهالوقت؟ يلا. شو هاللون الحلو للفريز؟ لا شوفوا بس، يعطيكم شوي نتف صغير تشوفوا انه وقت اللي بنكون الشيء بنسويه بترمو عشو بنحصل. ليكو ملا لون حلو لمربى الفريز، ليكو ملا لون. وقت اللي بنجي بنسويه قبل شهرين، الناس بدها تسوي مربى الفريز بحطوا له صبغه وما بيطلع هيك لون لوحده. لا استعملنا صبغه ولا استعملنا اي شيء. يا حنشوف مكونات المربى الفريز ومربى الأكيديني وبنرجع شو بدك نشرح؟ لازانيا. لازانيا. يا.
حلقتنا. اول شيء للازانيا، لازانيا القاطع يعني معناتها انه بدنا نسلق اللازانيا ضروري، انتبهوا، نسلق اللازانيا بشكل عام، ولكن في ناس تشتغل، في ناس تجي بسرعة، وإلا بده يساوي الصلصة كتير رخوة، شوي كتير رخوة لتصير، وأقل شيء تكون بالفرن 20 دقيقة لترجع تستوي العجينة، وهنو عم يكلوها للعجينة اللازانيا ما تبين شدة معهم، تكون ناضجة. وإذا بقى نسلقها 4 دقايق بيكون أفضل. بنحط كمان شوية زيت معها وملح، بتبطل تلزق. بننزل كل حبة لوحدها. بدي احط شوية حامض. شوية حامض لمربى الفريز. يا نتفر ايه. يعني ملعقة كبيرة ونص. بنحرك وحركي ونطفي النار. انطفت النار، يعني هيدي مع شغلات على طول بك تعرفوها. دغري نطفي النار وبنسكبها. لنرجع للازانيا. بس اللازانيا بدهم يحطوها كلها سوا بالطنجره يسلقوها، بتلزق على بعضها. وحده وحده بسوا ينزلوها هن. ايوه بشيلوا وحده وحده. لا بشيلوها بحطوها ببردوها، بسوا يشيلوها بحطوها على فوط، بتبطل تلزق. 4 دقايق ما بتلزق. بس اذا حطوها 6-7 دقايق بتلزق. بلاش اقول لهم 4 دقايق انا. بتصير ساعتها عم اهلهم. هلا بدنا نعمل الصلصه. وقت بنقول خضار بناخذ اتصال. الو. الو. هدى. ايه نعم. الو. ايه. الو عم بسمعك مدام. ايه الله يوفقك، انا بدي اعمل المحمره، كيف بيعملوا الحلبيه؟ شو هي؟ المحمره. المحمره. محمره ايه بجوز وحار. تكرمي. الله يكرمك. كعك ناعم. نعم. لنفترض نص كبايه جوز، نص كباية رب الهريس ملعقة كبيرة، معجون الطماطم 3/4 ملعقة كبيرة، زيت زيتون نصف فنجان قهوة وأكتر شوي، وبتمزجيهم كلهم سوا مع بعضهم مع ملح وبهار أبيض، تطلع عندك على محمرة بياكلوها مع الكب الني ومع كتير انواع مع مشاوي ومع كتير انواع من المأكولات. تكرمي مدام وقال وسهلا فيكي. ايه بدنا نكفي الصوص. لنرجع اللازانيا. سلقنا اللازانيا 4 دقايق بس، ودغري بلدناها، ومن بعد ما بلدناها للازانيا تنحط على فوط او على ورقة نايلون كيس خبز منشان ما تلزق، مش فوق بعضها، فوق بعضها بتلزق. لنساوي بالاول صلصة الخضار، اذا بنساويها بالخضار. منقلي بصلة بشقفة زبدة او زيت نباتي او زيت زيتون، ثوم، كرات، جزر، شو 3 جزرات، كوسة، شو 3 كوسيات، باذنجان فينا نقليه ونضيفه، فينا مثل ما هو ناي، كمان شو باذنجاني ما تكون كبيرة. برجع بضيف لقلهم رب البندورة، أول شي طحين، منضيف ملعقة ونص، منحركها شو دقيقة ونص الطحين ليستوي، بعدين رب البندورة منحركه نص دقيقة، بركي في حموضة لتروح الحموضة منه، بعدين منضيف لقلهم 2.5 كوباية ماء، وبتركن يغلوا على نار هادية تقريبا شو ربع ساعة. برجع بضيف فوق منهم البازيلا وبغليهم 5 دقايق. بازيلا شو كباية. طريقة التقديم، بسكب شوية صوص بالكعب. كمان بدنا نعملها صلصة بيضة. بنحط 1 لتر حليب على النار، بحط على حدا 40 جرام زبدة 40 جرام طحين. بحركن نص دقيقة. برجع بنوس النار كتير وببلش ضيف شوي شوي الحليب لإلهم لتخلص كمية الحليب. منضيف فوق الصلصة الخضرة شوي بالكعب، نتفي صغيرة صلصة بيضة مع رشة جبنة، بفرش طبقة لازانيا. برجع بدنا نفترض هالجات، حطينا
شوية خضرة بالكعب، شوية صلصة بيضة فوقها، شوية جبنة. سكلنا الطبقة لازانيا عجينة وخزقناها، حطينا ركبناها، سكرت لازانيا. بيجي أنا هاي النص هاي المايلة، بحط صلصة خضرة، هاي المايلة صلصة بيضة، برش جبنة، بحط لازانيا فوق الخضرة، بحط صلصة بيضة، وفوق الصلصة البيضة فوق اللازانيا فوقها فوق بحط صلصة خضرة، كمان برشها بالجبنة، بحط طبقة لازانيا، كمان العكس بيناتهم. آخر شيء على الوجه بحط صلصة بيضة على الحل، شوية جبنة مبروشة، مسح الجات مزبوط وبحطه بالفرن 10 دقايق، بتطلع لأنه اللازانيا مستوية. أما في حال إن اللازانيا إذا بدك تحطوها مثل ما هي نية وتستوي، بدكم ترخوا أكثر الصلصة، منخفي شوية طحين بالنسبة للصلصتين، وبدها 20 دقيقة ساعتها بالفرن لتنضج معنا. أما كافيار النباتي مازال هلا فقت عليها، في ناس ببعض المحلات بيجيبوا زيتون أسود، زيتون أسود بيشيلوا النواة منه، بيكون بعده مكبوس بزيته وملحه، بنشيل منه النواة وبنطحنه بالآلة الكهربائية وبيستعملوه على كنبي، بسموه كافيار نباتي، بس هو زيتون بيشبه الكافيار يعني، بس ما بيعمل شيء، ما له مفعول شيء، بيطلع الضغط إذا واحد عنده ضغط بيطلع الضغط. منحط حامض بدهم شوي بعد قلت نقويلها شوي. يلا شو هالمربى الفريز الحلوين. بدنا نشرح البايلا. البايلا على اصولها انا رح اشرح، وانتو شو بدك تشيلوا من مكونات فيكم تسووها. وفي ناس بيقول لي انا بدي اسوي بايلا على فيليه سمك، ان شاء الله تسويها على دجاج، وان شاء الله تسويها على قمح، كل واحد حسب ما بده. بس في اصول للبايلا. البايلا باصولها بدها كراكانت، بدها ريدس، بدها سمك، ويفضل سمك لقز او هامور او سمك ابو سن ويكون طازة. بدنا صدر دجاج، كستلاتة غنم، هليون اخضر، قليل من البازيلا، فليفلة حلوة خضرة، فليفلة حلوة حمرة، رز، بهارات البايلا، خردل للصوص، رب البندورة للصوص، صلصة حرة للصوص، وأكيد زبدة وطحين كمان للرز، وزبدة وطحين للصلصة، زبدة وطحين، زبدة للرز وزبدة وطحين للصلصة. وبدي مول كمان، يفضل المول صرف ببيته يعني بعده ليعطيني المنظر الحلو لإله. أول شيء كيف تبلش بال... بنحط كلامار كمان شاف؟ في ناس بتحط كلامار، برافو، يعني كل شيء كمان كريستال سي فينا نحطه اللي هو من البحر من غير الأسماك. أول شيء بنحط طنجرة على النار فيها مواد عطرية ضرورية، وقد ما في يغني المواد العطرية بيكون أحلى. صرنا نعرفها المواد العطرية من بصلة الجزرة، ورقة غار، ضلع كرات، ورقة كرافس، ضلع بقدونس، كبش قرنفل، بار حب، نتف صغيرة، برجوز الطيب، ضلوع بقدونس، كلها من مواد عطرية. ورقة ليمون أفندي كمان بتعطيني. يلا هودي خلصوا تقريبا. منضيف لقلهم عصير الحامض، نطفي النار، بشيل شو الجاردينيا من كبه ونسكبها لمربى الأكيديني. هلا في ناس ما بيستعملوا لا كراكند ولا أريدس، أو بيجيبوا الأريدس. بشيل ورقة الغار كمان بجيب لك ملقط. بيستعملوا الأريدس كمان، بيشتروه خالص من السوبر ماركت مقشر، ما في نكهة بيكون، يعني بدي لهيك أكلي بده يكون في نكهة طيبة،
والنكهة بتجي من سلق الأريدس بالمواد العطرية، سلق الكراكند بالمواد العطرية، من بعد ما اشوي السمك أو قطع شرحات هوني وإقلي الراس والحسك والجلد تبع السمكة، ضيفهم على على سلق مية الأريدس ومية الكراكند المسلوقين، ومنهم بدي أعمل بصلة ناعمة مقلية بالزبدة، بدي أعمل منها فليفلة حلوة لونين مقطعين صغير، والفليفلة الباقي بقطع مثل عود الكبريت مثل عود الكبريت، وكتير حلوين الكبشة الأنفل. خليه مزر حلو. لا 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 مش الكبشة الأنفل. تزبطيهم ايه كبشان انفر بيتركوها فيهم منظر حلو. برجع بضيف لها رب البندورة، بضيف لها شوية حر، شوية زعفران، ست كمان لكم هونيك زعفران، وبضيف رز، وبضيف لهم من مية الكراكند، مية القريدس، مية الكراكند المسلوق 15 دقيقة، إذا كان وزنه 600-700 جرام، مسلوق 9 دقايق، إذا وزنه 300 جرام، إذا وزنه كيلو قية مسلوق 21 دقيقة، ما نعرف قديش وزنه، ما نعرف كيف نسلقه. مع مواد العطرية برجع لقريدس بسلقه بس 4 دقايق بنفس المي، وبشيلها ما بكب المي، برجع بستعملها مرة تانية، وآخر شيء نفس المي، ضيف عليها راس السمكة وحسك السمكة وجلدة السمكة وبغمرهم وبغليهم. ضفنا من المي على الأرز وطلع عندي الأرز بعد 22 دقيقة طيب بنكهة السمك والريدس والكريستاسي. هلا الفليفلي يلي انا عملتها مثل عود الكبريت مثل عود الكبريت بدي اسلقهم 3 دقايق على النار لاستعملهم مع الارز. صدورة الدجاج بشويه شوي او بقليه، الكستريتا الغنم بشويه او بقليه بدون العظمه، المول بسلقه 4 دقايق فقط على النار. طريقة التقديم: بسكب بجاط الأرز، بصف قطع السمك، قطع الكستلاتا، قطع صدر الدجاج، قطع السمك، القريدس بصفه كمان عليهم، بجيب الهليون الأخضر بصفصفهم عليهم، شوية بازيلا على الوجه، الكراكند بقصه بالطول بنظف منه المخرج بغسله، برجع بشيل اللحمة بقطعه شرحات، برجع بحطه بقلب القالب بقلب بيته، برجع بحطه على الجاط، بعمل صوص من زبدي وطحين، بحط معه شوية زعفران، رب البندورة، شوية خردل، كمان من مية السمك، شوي شوي بضيف لها بهارات البايلا، وبيطلع عندي الصلصة تبع البايلا. بنقلكم كمان صحتين. ميرسي ست هدى على معاونتك على أطباق المربى، بس تفرجيكم إنه المربى ما تفكروا إنه سايلة، صارت بلشت شوي تبرد وشوفوا كيف شدت. وبعد لتبرد مزبوط بدها ساعة بتصير جيلاتين. وقت اللي بتكون بعدها دغري عن النار معناتها شو؟ بعدها سخنة دغري. هي الفرق. هي نتركها الوقت اللي حطيناه فيه تبع الفريز تطلع على نفس الطريقة. حلقتنا لليوم انتهت. بحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان وبشوفكم بحلقات جديدة عبر هالشاشة الحلوة، وبقلكم باي باي ونشوفكم بخير.